السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة جديدة. الوصفة اليوم هي وصفة القلبلوس. القلبلوس اللي ما على بالكم أنواع اللي خيرت نديرو معكم اليوم هو القلبلوس العادي اللي نلقاوه في المحلات واللي حنديرو لكم على الطريقة تاعها. إذا أعزائي المشاهدين، باش نحضروا هذه الوصفة اللذيذة جدا والمحبوبة جدا لدى الجزائريين، نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوهم الآن. هنا حندير 3 كيلات تاع سميد الشيشة، هذا السميد الخاص بالقلبلوس. الكيلة اللي هنستعملها هي الكأس هذايا، عادي كأس تاع الكازوز عادي. إذا قلت هنايا 3 كيلات تاع سميد الشيشة، نقربه لكم. إضافة إلى 3 كيلات تاع السميد المتوسط الخاص بالمخروط هذايا، نوريك نوعية. هذا السميد حندير 3 كيلات تاع المقروط، وهذا تاع الشيشة تاع القلبلوس حندير 3 كيلات. إضافة إلى هذه المقادير حندير 3 كيلات تاع السكر، يعني نفس الكيلة اللي هنستعملها الكأس. ندير أيضا كيلة تاع الزيت ونص كيلة تاع ماء الزهر. هنا المنكهات اللي حنضيفهم ماء الزهر، عطر ماء الزهر، يعني ليكستخي تاع ماء الزهر وليكستخي تاع لافاني. حندير حوالي ملعقة أكل لكل واحد فيهم. هنا اللي حاب يديروا بالحشو، يعني يديروا محشي في الوسط، هنا نقدروا نضيفوا له الكاوكاو ولا اللوز. أنا هنا حندير له مثلا الكاوكاو، حندير له هذا ليكستخي تاع اللوز باش يعطي له نكهة. ونضيف له هنا حوالي ملعقة تاع الكاكاو الأسود، هذايا الكاكاو الأسود باش يعطي له اللون. باش نحضروا الشربات، نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا. باش نحضروا الشربات تاعنا، هنايا نسحقوا المقادير هذو اللي راكم تشوفوهم هنايا. إذا نسحقوا 6 كيلات تاع الماء، 3 كيلات تاع السكر، يعني هذا الكأس اللي حنكيل به البقر الصغير، ونص كيلة تاع ماء الزهر. إذا أعزائي المشاهدين، ندوزو مباشرة لطريقة التحضير اللي غتكون كالتالي. قبل ما ندوز لعملية التحضير، هنايا فقط نوري لكم السنيوة اللي حنديرها. إذا هنايا نسحقو زوج سنيوات كيما هادو. أنا حندير هنايا حندير معكم نصف الكمية، يعني هنا حندير كامل المقادير. هنا نطيب معكم هاد السنيوة، وسنيوة دوزيام نديرها من بعد وحدي. إذا قلت هنايا نسحقو زوج سنيوات هاد النوعية، يعني تكون هدايا. إذا أعزائي المشاهدين، ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. راكم تشوفوا هنايا، ناخذ لو ريسيبيون تاعي ونبدا ناخذ السميد هذايا تاع الشيشه، وندير قلت 3 كيلات. هاد الكيلات عاد لي كاس، يعني هاي لك الكيله الاولى، الكيله الثانيه كما راكم تشوفوا، والكيله الثالثه. هادو 3 كؤوس، يعني هنا يعادلوا لي قلت هاد الكيله تعاد لي 3 كؤوس. نضيف الان 3 كيلات تاع السميد هذايا المتوسط. الوغ هنايا نزيد قلت 3 كيلات تاع السميد المتوسط هذا الخاص بالمقروط. هنايا كاين اللي يديروا كامل اللي يديروه بهذايا الخشين تاع السد الشيشه، يعني النتيجه ما تجيش كيما تخلطوا له هذايا، تجي احسن. هنا قلت ندير 3 كيلات، هذا الكيله تعادل لي كاس تاع الكازوز. اذا كيما راكم تشوفوا، يعني درت هنا السميد المتوسط والخشين. ناخذ السكر هنايا نحل الباكي ديالي، وندير 3 كيلات ايضا، 3 كيلات تاع السكر، يعني هاد الكيله ولا هادي نفسها. هاي ليك الكيله الاولى تاع السكر، الكاس الاول، يعني شوفوا انا باش تعرفوا بلي نفس الكيله. هاي ليك، هاي ليك الفت لي كيله ولا كاس تاع كازوز، الكيله الاولى الكاس الثاني ولا الكيله الدوزيام. هاي ليك الكيلة الثالثة كما راكم تشوفوا، هاملي 3 كيلات. لأن نخلط مليح هاد النواشف بهذه الطريقة، نخلطهم مليح. الوغ كما راكم تشوفوا، أنا بعد ما خلطت هاد النواشف، الآن ناخذ الكأس تاع البن ديالي، هاوليك نضيفه مباشرة. ما درت الكاس تاع البن، نزيد كاس تاع الزيت هكذا بهذا الشكل. بون، قلت هنا نضيف كاس تاع الزيت. الان ناخذ المظهر تاعي وندير نصف كاس تاع مظهر، نصف كاس تاع مظهر، نزيد شويه. نزيد ناخذ ليكستخي تاع ماء الزهر، وندير حوالي ملعقه صغيره تاع القهوه هكذا، نخلطهم مليح. بون، قلت نخلط مليح الماء الزهر مع ليكستخي ونضيفهم.
نزيد ناخد لافاني ديالي، هذا ليكيد ندير حوالي هنا قلت ملعقه صغيره نقيس تاع القهوه، نطيح لي شويه نقص لهنا باه نخلط مليح لو ميلونج تاعي. بون هاو ليك لو ميلونج لي تحصلت عليه بعد ما خلطت جميع المكونات. بون هنا بعد ما تحصلت على هذا لو ميلونج نخليه يروبوزي ان طونت بوس تاع ان دوميور ونعاود نوليه. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما روبوز لو ميلونج تاعي هذا تاع قلب اللوز هاو ليك كيفاش شفتو كيفاش ولا. الان انا نجوز هنا نغتني من الوقت نروح نحط قبل ما ندير قلب اللوز تاعي طيب، نغتني من الوقت نحضر الشربات ديالي. اذا نجوز مباشره، انا قلت نجد مباشره نحضر الشربات تاعنا. في المقادير ذكرت قلت بلي باش نحضر هاد القلب اللوز حيدي ياخذ لي قيس زوج سنوات كيما هادوما كيما راكم تشوفوا. اذا هنايا راح يجيني زوج، انا حن هنا قلت حندير معكم غير سنيوه وحده، معناتها هنايا انا بالنسبه للشربات راني يعني حنقص الكميه. هنا حندير كلش نص، معناتها ماشي هنا هاد القلب اللوز تاعي حنقسمو على زوج هكذا، نستعمل النص ونص الاخر نديرو من بعد وحدي. بعد نوريكم طريقه تمام اللي حبي طريقه الحفظ اللي حفظها يحب يحفظ عليه يديرو ابخي دو جو ولا بون. هنايا انا بون قلت في المقدار هذا تاع قلب اللوز قلت نسحق كيسان عفوا قلت نسحق 3 كيلات سكر مع كيلات تاع الماء. اذا هنايا حندير كلش نص، اذا هنا حندير كاس ونص تاع السكر بما اني حطيب غير سنيوه برك. اذا كاس ونص الكاس الاول لو كيما راكم تشوفوا الكاس الاول نزيد ندير نص نص كاس. هنا قلت حندير نصف الكم يعني حنطيب سنيوه وحده برك، معناتها الشربات تاعي حندير كلش نص. اذا هاوليك نزيد لها انا قلت نصف كاس تاع ماء الزهر. اذا ناخذ ماء الزهر هنا حندير ربع كاس من با نصف كيما راكم تشوفوا هاوليك. نزيد له هنايا نزيد له عطر ماء الزهر ولا ليكس تاع الماء. هنا بالنسبه لعطر ماء الزهر يعني اخليه اللي ما يحبش يديرو ما يديروش شي لازم. انا هنا برك باش نزيد نعزز البارفان تاع المزهر ديالي. اذا هنايا كيما راكم تشوفوا ربع كاس نزيد شويه تاع ماء الزهر. الان ناخذ الماء ندير 3 كيلات، اذا الماء هنا حيكونوا 3 كيلات تاع الماء يعني كلش نص. انا قلت في المقادير 6 كيلات كي ندير نص يولوا لي 3 كيلات. اذا الكاس الاول ولا الكيله الاولى الكاس الثاني والكاس الثالث. هذه الشربات تاعي اللي حنحضر بها السنيوه تاع القلب اللوز ديالي. هنا نزيد ناخذ حبه الليمون ديالي ونقطعها على ربع ونديرها لداخل في الشربات باش طيب معاهم. على ناخذ حبه تاع الليمون تاعي هنا درتها صغيره، ولا كانت كبيره غديروا غير نص برك قسمها على اربعه هكذايا ونديرها لداخل باش طيب لي في الشربات. اذا ندير الشربات تاعي مباشره طيب على نار هادئه. الوغ كيما راكم تشوفوا ناخذ الشربات تاعي ونديرها طيب هنا على نار هادئه. بون نخلط مليح بيان سور. الوغ كيما قلت ناخذ ملعقه هنايا خشبه نخلطها مليح ونخليها طيب حتى تولي اللون تاعها يميل الى الصفر. هنايا بون خليها طيب على منها غير تبدا تغلي نقتلها ونخليها حتى تتحول للون الاصفر. بون في الوقت اللي راهي شربت تاعي لهنا طيب انا نروح لهنايا نحضر الكاوكاو. اذا قلت انا في الوقت اللي راهي شربت تاعي طيب نروح ناخذ نحضر الكاوكاو تاعي. اذا نخلي الخليط تاع القلب اللوز تاعي لهنايا ونحضر الكاوكاو اللي حنديرو في الحشو ديالي. كيما قلت لكم هنا الكاوكاو حيكون اختياري، هنا نوريكم فقط الطريقه اللي حبي يدير في الحشو. اذا نجوز مباشره نكي الكاس تاع الكاوكاو. الوغ كيما قلت هنا نجوز مباشره نحضر الكاوكاو ديالي. هنا قلت هنا تقدروا تعوضوه باي مكسرات واحد اخرين لوز ولا. هنا قلت ندير في هذه الكميه ندير حوالي كاس هكذا. اذا مباشره ناخذ هذه الرحيوه اللي نرحي بها ونبدا نرحي في الكاوكاو ديالي. اذا نجوز مباشره كيما راكم تشوفوا هنايا الشربات هنا راهي خلاص راهي غلات. اذا هنا نطفي عليها ونخليها تبرد.
الو هنايا انايا الفاكهه تاعي راني رحيته دونك هنايا اللي اضطريت نكمل بالمهرز ما حبست ما باليش حبست لي الاله اللي تنحي. اذا هنايا وانا فضلت هذا الشكل تاع يعني يكون مرحي هكذا ما يكونش بزاف رقيق هكذا بهذا الشكل بهذه الطريقه يعني جات لوكازيون باش نكمل نرحي هكذا. اذا انا نكمل تحضير الكاوكاو تاعي لهنايا مباشره معكم. دونك هنا نكمل الكميه اللي قعدت لي انا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت هذا درستو كيما راكم تشوفوا هنا نكمل هذه الكميه اللي قعدت لي. وانا قلت نفضل يعني ما يكونش بالرحيوه تاع القهوه باسكو تريحي فريمون تريحيه رقيق. دونك انا هكا لازم هي نورمالمون يجي هكذا ما يكونش مرحي بزاف بهذا الشكل هكا. اذا الان نجوز ندلو المكونات اللي قعدوا. الوغ هنا ناخذ انايا عندي ناخذ قلت ليكستري تاع اللوز وندير حوالي ملعقه كيما راكم تشوفوا كومنت دونك كيما راكم تشوفوا هكذا حوالي ملعقه تاع عطر اللوز هكذا. الان نزيد ناخذ الكاكاو ديالي ناخذ الكاكاو حيت يعني الذوق وال ولا كولور ندير هكذا حوالي ملعقه تاع الاكل هكذا هكذا مكملهاش. بون هنا اذا كان هذاك الكاكاو البني ندير ملعقه تاع القهوه اذا كان عفوا ملعقه تاع الاكل. اذا كان الكاكاو كيما هذا يعني الاسود ندير نص ملعقه تاع الاكل. اذا نخلط مليح هكذايا نتمزج لي المكونات. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما خلطت جميع المكونات هاو لي سيبوسا لي قلت لكم انا دو بريفيرونس تدرسوه بالمهرز يعني يمد لكم نتيجه احسن. هاو لي هكا لازم يكون في الوسط ما يكونش رقيق باش يبان. الان جوز مباشره كيفاش حن كيفاش حندير نقلبوا تاع السنيوه. اذا ناخذ السنيوه ديالي لهنايا ناخذ شويه زيت ندهنها هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفون بعد ما دهنت السنيوه ديالي. اذا هنا نروح ناخذ القلب اللوز تاعي كما راكم تشوفوا هاوليك عجينه القلب اللوز. اذا هنا ناخذ كميه من القلب اللوز كما راكم تشوفوا لهنايا هكذا ندير انكوش رقيقه فريمون رقيقه هكذا نكمل كاع العمليه تاعي ندير انكوش رقيقه حوالي 3 ملم هكذايا نكمل كامل العمليه بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما درت لاكوش الاولانيه هاي ليك كيفاش درتها يعني رقيقه ما تكونش هاوليك السمك تاعها حوالي 3 ملم. هنا كما راكم تشوفوا هكذا نحاول نسقمها كامل باش يجي كامل سطح متساوي هكذا يعني يكونوا كامل الجوانب كيف كيف. الان ناخذ الكاوكاو ديالي هدايا ونبدا هكا ندير من الفوق بهذه الطريقه بهذا الشكل يعني نحاول نوزع كامل على السنيوه ديالي بهذه الطريقه. اذا نكمل كاع العمليه تاعي دونك كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما وزعت كامل الكاوكاو تاعي هاي ليك هكذا بهذه الطريقه. الان نزيد ناخذ الدوزيام كوش بيان سور ونبدا ندير من الفوق بهذه الطريقه هكذا. يعني هنا في هذه المرحله لازم نكون ندير بالعقل باسكو يقدر هذاك الكاوكاو تاعي يلصق معايا ويعاود يدور. دونك هنا ناخذ بالكميه بالهكا بشويه يعني شويه ان بو باسيونس هكذا ونحاول نغطي كامل السطح تاعي بالجهه هكذايا يعني. اذا نكمل كامل العمليه تشوفوا هنايا بعد ما ديبوزيت كامل دوزيام كوش هنايا ناخذ اون سباتول ونلسها من الفوق بهذه الطريقه باش يجيني السطح ملس من الفوق ميكونش فيه شوائب بهذه الطريقه يعني كامل الجوايه كمل العمليه. الوغ كيما قلت هنا بعد ما كملت كامل العمليه تاعي درت ملس السطح. اذا ندير هذه الحركه نحاول باش يتسوالي باش يكون كامل كيف كيف. الان ناخذ سكين نحاول نحدد الحبات تاعي باش يسهل لي عمليه كيفاش نرشق الحبيبات تاع الكاوكاو من الفوق يعني باش يحدد لي الحبات تاوعي بهذه الطريقه يعني كيما تحبوا بيتو ديروهم كبار صغار يعني عندكم الاختيار بهذه الطريقه.
انا نروح للمنتصف هكذا بهذه الطريقه، يعني كيما حبيتو ديرهم كبار ولا صغار بهذه الطريقه. انا شويه كبيره نعاود نسقم بهذه الجهه، باهي مليحه نكمل نفس العمليه. هلا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما حبيت الحبات تاعي، الان ناخذ الكاوكاو كيما راكم تشوفوا. اذا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كمل كاع الحبيبات تاعي تاع الكاوكاو، اذا انا كنحاول نضغط غير شويه هكذايا باش ما يخرجوليش باش يتلاصقوا. اذا هكذا نحاول هنا نعاود نزيد نحدد باش نعرف الشكل تاعهم من بعد كي يطيبوا. اذا هذا هو لهنايا بعد ما كملت القلب البلوس تاعي، اذا نديرو يطيب لي على درجه 180 درجه لمده 20 دقيقه حتى نص ساعه ونعاود نولي. شوفوه جاهز، درت شربات تاعي تزيد تغلي شربات واحدة اخرى، هاي اللي درت فيها 3 كيسان الماء وكاس ونص تاع السكر. والشربات الاولى تاعي هاي اللي وجدتها راهي بردت، هنايا هاي اللي كسنيوه تاع القلب البلوس تاعي بعد ما خرجتها من الفوق بيان سيغ، لان مباشرة حنسكب عليها هاد الشربات اللي راهي باردة، ولا هنا القلب البلوس تاعي راهو سخون، اذا مباشرة نكب عليها هاد الشربات نزيد نخليها تروبوزي ونعاود نزيد ندير شربات دوزيام. اذا نجوز مباشره هلا كيما راكم تشوفوا هكذا ناخذ اللوش غراف ونبدا ندير الماء من فوق. هلا بهذه الطريقه نبدا على جميع الجوانب كيما راكم تشوفوا، بمجرد اني نرمي يبدا يتشرب هكذا، وكي نشوف اللي الشربات تاعي هكا راهي تتشرب نعرف اللي قلب اللوز تاعي راهو ناجح، يعني هذا هو السر النجاح تاع قلب اللوز، يعني لازم هكذا غير نحطو فوق غير نحط الشربات فوق قلب اللوز تشربو مباشره. نكمل كامل العمليه تاعي، انا قلت نكمل كامل هاد الشربات ونزيد نخلي هذيك اللي تغلي نخليها تبرد ونعاود نكرر العمليه، يعني حنا نشرب لا بروميير فوا ونزيد لا دوزيام فوا، يعني لازم لي كامل كمية بهاد ال يعني بهاد القيس تاع السنيوة اللي درتها، لازمني 6 كيسان تاع الماء و 3 كيسان تاع السكر، لازم هادو ما يتشربو كامل سينو تجيني نشفة. نكمل كامل العملية تاعي نعملو كيما راكم تشوفو، بعد ما تشربت كامل شربات هادية نزيد نديرلها لا دوزيام ونعاودو نشوفو القلب البلوس تاعنا جاهز فيما بعد. ماما شوف هلا كيما راكم تشوفوا هاوليك القلب البلوس تاعي هنايا جاهز بعد ما تشرب كامل هذيك الشربات، هاوليك الشكل تاعو النهائي، هاوليك نوريكم عن قرب. اذا هاوليك كيما راكم تشوفوا الان جوز مباشره نبدا نقطع الحبيبات ديالي. هلا كيما راكم تشوفوا هنايا نبدا نفتح الحبه الاولانيه باش تشوفوا الشكل تاعها من الداخل كيما على بالكم. الحبة الأولانية تعبص شوية في الكوتي، إذا هنا لازم ندير هادي أحسن بالطريقة، إذا هاي ليك هنايا هنا هادي الحبات لاني الأولانية توجور كيما على بالكم تجي هكذا تخسر هكذا هاوليك نوريكم فقط الداخل كيفاش جا هاوليك. إذا نكمل نقطع الحبات اللي قعدو نعاودو بعد ما نحيت هاديك العنين الأولاني، هنا نوريكم فقط الشكل تاعو من الداخل هاوليك كيفاش جا. إذا هاوليك كيما قلتلكم نتيجة رائعة، جربوا نصحكم باش تجربوا. الان حنا ندير الحبات تاعي في الكيسات ونعاود نولو نشوف الصحن جاهز فيما بعد. الو كيما راكم تشوفوا هاوليك القلب اللوز تاعنا لهنايا في شكله النهائي، نحاول نقرب لكم الداخل كيفاش جا هاوليك. اذا هنايا يعني درتو في صحن التقديم بيان سور حنشربوا به لاتاي، سا مارش بيان افيك لو تي كيما راكم تشوفوا هاوليك الشكل تاعو.
إذن أعزائي المشاهدين هاوليك مقرط عفوا قلب اللوز تاعي جاهز لهنايا في صحن التقديم. إذا عجبتكم الطريقة ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومنتار، وإذا كنتم أول مرة تدخلوا القناة ديروا أبوني باش يوصلكم معايا جديد في الأعداد المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.